اسمي محمد حزوري من مدينة الباب، عمري 25 سنة، وصار لي بهي المصلحة 12 سنة. من كنت شاب صغير بشتغل أول شيء على الرافعة، وشوي شوي صرت عندي فضول أنزل أتعلم تحت أتفرج، وبعدين لو وصلنا لهالمرحلة هاي مستلم وعم بشتغل تحت. بالنسبة لهي المصلحة يعني هي صايرة هواي إنا، وهي توارثناها على دور أبهاتنا وأجدادنا، ورحلنا فيها شباب، رحلنا يعني هي فيها خطورة، فيها خطورة كتير. حجر إذا بينزل من الحيط وقع على حد لا سمح الله احتمال تعطبه احتمال تقتله، وبصير فيه خطورة كمان، ضعف أكسجين في عنا، نحن بننزل معنا بنزين، في عندك الماكينة إذا بصير فيه تهريب دخان، إيه فيها كمان خطورة بالنسبة للنفس يعني، إيه وما في بإيدنا غير هالمصلحة. وربينا على هاي المصلحة وفيها الحمد لله عمل خير يعني، يعني اليوم هالمنطقة ما فيها مي، عندك سكن، عندك عالم بدها تشرب مي منين تروح تجيب؟ هلا في بالباب، مدينة الباب مي، نسبة المي ضعيفة كتير، ضغط كتير على المي، يعني المي شوي شوي من قد ما عم بصير ضعيفة المي عم بتغلى. نحن بنمشي مسافات مثلا 100 متر 200 متر بيجي قدامك نبعة مي، مجاري مي، راح يعني واحد يخرقه، والمي كلها لوين بتجي على هالبير. ايه ونحن بنقول ان شاء الله بالايام بلكي يعني واحد يتطور يصير عنده معدات احدث واريح، يعني فيها تعب فيها مشقه، ايه والحمد لله رب العالمين، يعني واحد بده يسعى ليطور معداته احدث من هيك.